السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ يا رب تكونون بخير بسلامة. بصراحة أنا فرحان بهذا الجروب مال السياحة اللي يخلي الشباب العراقي إنه يتعرف على العالم ويتعرف على دول كثيرة، وهذا فد شي بصراحة مفرح جدا إنه يخلي الشعب إنه يتطور أكثر ويتثقف أكثر. بصراحة اليوم أنا أحب أحكي لكم على مطار سنغافورة، يعني الشخص اللي يجي من المطار. يعني انت من تحجز طيرانك اول مرة، من مثلا من العراق من بغداد، تجي الى مطار سنغافورة. طبعا هو المطار الوحيد في سنغافورة، سنغافورة بها مطار واحد، وهذا المطار باربع محطات. طبعا هذا التصوير هو المحطة الرابعة. هذا المطار طبعا كبير ويعتبر المطار الاول في العالم، يعني من ناحية النظافة والجمال والناحية كثافة الطيران اللي يدخل فيه، هو يعتبر من المطارات مطار رقم واحد بالعالم. بصراحة أريد أنه أعطيكم في الفكرة أنه ما أريدكم أنه تفكرون أنه يعني بالقايد وتأخذون تاكسيات. أنا أحب أعلمكم أنه شلون يسافرون مثل ما الأوروبيين يسافرون. لو تشوف كل الأوروبيين عندهم خريطة وعندهم كتب يشتروها، يقرون الدولة قبل لا يسافرون إليها، يعرفون المناطق السياحية اللي موجودة، تبدأ تتعلم الكلمات الإنجليزية المهمة، تابع الخارطة وتتابع محطة القطار والباصات والسافر سفر ممتع وتتونس وترتاح وتتمتع. بصراحة التكلفة راح تكون جدا قليلة وما تكلفك كثير، راح تشوف حقيقة البلد أفضل ما تصعد بالتاكسي ولا ياخذك القايد بيقودك ويوديك ويرجعك. مع احترام الشغل، ما انا مو عكس انه، بس يعني انا رأيي الشخصي هذا. ان شاء الله انه خلي في بالك بالنسبة للمطار، اول ما توصل للمطار، المطار سنغافورة موجودة عندك شغلتين من الخروج، راح تشوف مرسوم لك باص ومرسوم لك قطار. فانت النقطة الاولى تروح للخارطة، اكو خارطة كبيرة موجودة راح تشوفها انت اليا مكان تريد تروح. مثلا انت تريد تروح المنطقة، الفندق موجود مالتك بمنطقة بوغيس او منطقة شارع العرب او منطقة اورتشاد، انت مباشرة تروح على اتجاه القطار. كل قطار بمحطة القطار موجود بخارطة. ان شاء الله اني يعني الفيديو الثاني راح تصور لكم القطار والخريطة مالته وكيف تروح وين تروح وين تتوجه. تروح للخريطة وتقرأ، عندك اتجاهين، يعني محطة القطار بها جهة يمنى وجهة يسرى، فأنت تدخل للأمارتي وتشوف أنت اتجاهك بنية اتجاه وتقرأ أسماء المحطات، ومجرد أنه تخلي الكارت مالتك ينفتح عندك البوابة وتدخل للقطار مالتك. يعني بصورة عامة لو جيت سنغافورة خلي تركيزك راح يكون وسيلة النقل هي القطارات والباصات. طبعا قطاراتهم جميلة جدا، نظيفة أكثر ما تتوقعون، باصاتهم مكيفة ونظيفة، فيعني تتمتع بها. يعني من تصعد بالباص أو تصعد بالقطار، يعني فتشي نظيف وراقي ومحترم، والتكلفة جدا رخيصة بالباصات والقطارات. يعني أنت لو تروح لأي مكان بسنغافورة، المسافة بعيدة ما تكلف غير دولار دولارين سنغافوري، فبصراحة ما راح يعني تكلفك كثير وسائط النقل. بينما لا رحت بالتاكسي أو تستخدم الجراب، يعني أقل سفرة راح يصير عندك 20 دولار 15 دولار. فأنا أشجعكم أنه تسافرون بالقطارات. طبعا القطارات نفس الباصات، يعني كل مكان تلقى القطار موجود، يعني بين محطة ومحطة حوالي 10 دقائق مشي. فيعني القطارات متوفرة، السيستم مالتهم هنا بالمواصلات سيستم جدا متميز وراقي، وراح يعني تنعجبون بي اعتقد. يعني فد شي حلو بالنسبة لي، يعني بصراحة احس بي انه. طبعا هذا المطار مطار كبير، مطار رائع. فيعني خلي في بالك اليوم انه اريدك تستخدم، من تدخل السنغافورة تستخدم القطارات تستخدم الباصات، لأن 80% من الشعب السنغافوري يستخدم القطارات والباصات. السيارات جدا 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 غالية، يعني لو سعر السيارة مثلا ب10,000 دولار بالعراق، هنا تلقاها ب60,000 دولار أو 70,000 دولار. الأسعار جدا غالية. فالنقطة الأولى خلي في بالك، تصعد الباص
أو تصعد القطار حسب المنطقة اللي أنت متوجه لها. بالنسبة بصورة عامة أكو مكان إنه أنا رح أشرح لكم عليه شلون تعبي الكارت مالتك أو شلون تشتري التيكت مالتك، شلون تشتري التيكت وشلون تعبيه حتى تقدر من عنده تصعد للقطارات. والقطار نظام جدا حلو ومو صعب، نظام جدا سهل، وان شاء الله يعني يعجبكم. ان شاء الله الفيديو الثاني انا راح اصور لكم محطة القطار واراويكم الخارطة شلون تجي، شلون تدرس الخارطة، شلون تروح على يا اتجاه على يا سايد، شلون تحول من قطار القطار، شلون تنتقل من محطة لمحطة، تنتقل يعني تحول من لاين لاين، وفشي كلش بسيط وواضح وسيستم، بس مجرد يراد لشوية ارشاد وراح تسيف عليك كثير كثير من الاموال، وراح تتونس وتشوف الناس على طبيعتها وتلتقي بيهم وتحس انه انت فعلا مسافر بلد. انا يعني برأيي الشخصي مع احترامي كل القايد، يعني اعتقد من القايد ياخذني القايد راح يوجهني، ما راح اشوف كل شيء اريده. فهذا يعني مختصر مفيد. بصراحة طبعا سنغافورة بها هواي مجالات متعددة بالنسبة للسياحة، ان شاء الله راح اوضح لكم انا بقوة الله انه تفاصيل اكثر يعني عن السياحة، المناطق السياحية، حتى الشغل والبزنس بسنغافورة للي حاب يفتح شركة او يفتح مشاريع او اي شيء يقدر. طبعا سنغافورة ترحب بالمستثمرين والفت في الوجود كلش مهم، ويقدر يحصل اقامة ويعيش بهذا البلد. تحياتي لكم واتمنى لكم الموفقية، يا رب تعجبكم هاي البلدة من السور. تحياتي لكم، مع السلامة.